بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي الطلبة والطلبات أهلا وسهلا بكم أتمنى كلكم يا شباب تكونوا كويسين وبخير النهاردة إن شاء الله هنبتدي أول دروس الجيومتري عندنا بعنوان Equality of the Areas of Two Parallelograms أه نتكلم شوية كده على الجيومتري قبل ما نبتدي الجيومتري كلها عند حضرتك مكونة من Two يونت أو Two Units أنا آسف كل يونت منهم فيها Five Lessons يعني أه بنتكلم في عشر دروس كلها على بعض عشر دروس وخلي بالك أول يونت دي كمان بتتكلم على إيه هتلاقي درس وفولو بتاعه وكملته كتاب المدرسه حاطتهم في درس واحد دول اول درسين يعني يعتبروا درس واحد بعدين هتلاقي لسون 3 وليسون 4 نفس الحاجه تقريبا بس عكس بعض درس والعكس بتاعه طب والدرس الخامس يعني بيتكلم على شويه قوانين كده فانت عندك الموضوع سهل قوي دي يونت 1 طب يونت 2 بتتكلم على ايه برده خمس دروس درسين منهم كل في درسين ودرسين شبه بعض قوي ودرس في الاخر عبيط كده هتلاقي الموضوع كله سهل وبسيط خالص صدقني الدنيا بسيطه والدنيا سهله جدا الجومتري من الحاجات السهله والممتعه فتعالى كده واحده واحده نبتدي كده ايه آه نشوف اول درس عندنا بيتكلم عليه بيتكلم على ايكواليتي اوف ذا اريز اوف تو تعالى الاول نتكلم شويه كده على الباريلوجرام ايه الباريلوجرام ده الباريلوجرام احنا عارفين انه عباره عن كوادريلاترال شكل بحيث ان الشكل ده فيه ايه يا اولاد؟ فيه كل اتنين سايدز قدام بعض بارلل لبعض، يعني لو انا عندي باريلوجرام بالمنظر ده بنسمي الباريلوجرام ايه؟ بنسميه مثلا ايا كان اي بي سي دي اهو. وخلي بالك وانت بتسمي الباريلوجرام لازم تست لو ابتديت هنا ايه؟ وابتديت هنا بي، لازم تمشي لفه كامله يعني ما حد يسمي A B ويحط هنا C وهنا D. لا لازم اسمه A B C D ماشيين كده في سايكل واحده كده ورا يعني ما حد يعمل بريلو جرام كده ويقول لي والله ده باريلوغرام A B ويحط هنا C وهنا D لا. ما ينفعش واحد يقول لي طب ممكن مثلا اسمي الباريلوجرام كده يعني مثلا لو ابتديت مثلا اسمي هنا الاي وهنا البي طبعا معلش انا اعتذر شكل المعفن ده يعني بس هو باريلوجرام اهو غصب عنك هنا تحط السي وهنا الدي لازم لفه كامله لازم الحروف كلها ليترز ورا بعض في نفس اللفه تمام عرفنا كده خلاص ماله بقى الباريلوجرام ده المطلوب من حضرتك تبقى عارفه اول حاجه قريه الباريلوجرام هو انا ازاي بجيب قريه الباريلوجرام قريه الباريلوجرام عباره عن بيز تايمز هايت يبقى القريه بتاعه الباريلوجرام عباره عن البيز تايمز الهايت واحد يقول لي هو الشكل اللي انت عامله ده اللي هو كاتب ايه وبعدين راسم باريلوجرام هو الشكل ده هنشوفه كتير اه عادي هتلاقي كده بدل ما نكتب اريا اوف باريلوجرام هتلاقي كده كاتب لك اريا وحاطط لك علامه باريلوجرام دي معناها اريه الباريلوجرام بيز تايمز هايت تمام ماشي فين بقى البيز وفين الهايت بص يا سيدي موضوع البيز والهايت ده لو ده كده البيز بتاعي الاي بي ده ده البيز ده كده البيز فين الهايت بتاعه؟ الهايت يعني خط بيربنديكولار عليه، ده كده اسمه الهايت اللي عليه، بص كده اهو الهايت بتاعه اهو. خط كده نازل بيربنديكولار عليه. ده اسمه الهايت. يبقى لو ده البيز سوري ده الهايت. لو ده البيز الخط ده اسمه الهايت. تمام؟ يجي واحد يقول لي طب هو لازم ده يبقى البيز؟ لا ما هو خلي بالك الاي بي هو هو الدي سي. تمام؟ طب افرض ان البيز بتاعتي هي البي سي ده البيز. فين الهايت بتاعها؟ بص كده الهايت بتاعها فين؟ الهايت بتاعها اهو. هنزل خط بيربنديكولار عليه اهو. اه تقول لي طب ما انا ملاحظ حاجة. ملاحظ إن أنا كده ممكن يبقى أيًا كان اللي هو يديه والله اداك البيز دي والهايت ده. خلاص قريت الباريلوجرام بيز اللي هي دي تايمز الهايت. طب ادى لحضرتك اللينسز الاتنين اللي التانيين. اداك البيز والهايت ده. خلاص ده البيز وده الهايت بتاعها. بس كده. تمام. نلاحظ ملاحظة صغيرة قوي بقى. بص كده يعني لو حضرتك بتلمح كده حاجه لان احنا هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل بص كده لو ده البيز سوري البيز اهو كبيره شايف البيز دي كبيره ازاي اكبر من البيز التانية اهي بيز كبيره شايف الاي بي كبيره بص الهايت بتاعها قد ايه صغنون شويه طب بص كل لما البيز بقى صغيره بص 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 البيز هنا صغيره الهايت بتاعها ايه اكبر تقول لي اه ما هو خلي بالك انا القرية الاريا ثابته لو استخدمت بيس تايمز هايت او البيس دي تايمز الهايت ده لازم يطلع لك نفس الرقم لو حطيت البيز الكبيره هتلاقي الهايت هنا صغير طب لو حطيت البيز الصغيره هتلاقي الهايت كبير اه تقول لي الحته دي عليها اسئله يا لهوي دي عليها اسئله كتير تعالى قبل ما ابتدي في الشرح الدرس نفسنا تعالى نحل على الجزئيه دي قبل كده ما نحل اي حاجه تعالى نحل على الجزئيه دي فين الجزئيه دي اهو نتكلم كده على شويه مسائل كده عشان هنلاقي المسائل دي بتيجي معانا كتير قوي بيقول لحضرتك اف ذا بيز لينس انا اختار بعض الاسئله خلي بالك انا ما قلتش اي حاجه لسه اف ذا بيز لينس اوف ذا باريلوجرام از 7 مديني البيز وبيقول لي والهايت بتاعها 4 عايز اريا الاريا بتاعه الباريلوجرام والله الاريا بيز تايمز هايت 7 تايمز 4 يطلع ب 28 بس كده بس كده طب هنا مدي لحضرتك ايه مديني الاريا طب هي مش اريا الباريلوجرام عباره عن بيز تايمز هايت مظبوط هو مديني الاريا ب 35 ومدي لحضرتك الهايت ب 5 يعني شايف بدل الهايت ده كده قال لك ده ب 5 طلبات حضرته عايز البيز خلاص اعملهم ديفايد 35 ديفايد 5 يطلع 7 تمام طب هنا مديني الاريا ومديني البيز ايه ده مديني الاريا هعمل ديفايد يبقى هعمل 50 ديفايد 10 تطلع بكام بقى؟ 50 ديفايد 10 ب 5 5 ايه سنتيمتر بس يبقى عرفت كده لما يديك بيز وهايت عرفنا الحدوته تمام بص هنا بقى بيقول لك اف ذا لينس اوف تو ادجيسنت سايدز اوف ا باريلوجرام 8 و10 يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي باريلوجرام منظره عامل كده اهو ده باريلوجرام ماله بقى الباريلوجرام مدي لحضرتك اثنين لينسز منه واحد ب10 واحد ب8 اهو اثنين ادجيسنت سايدز تمام بيقول لي والجريتر هايت ايه ده بقى؟ ده بيقول لي الهايت الكبير الهايت الكبير ب5 سؤال هو الهايت الكبير ده مع انهي بيز؟ مع ال8 ولا مع ال10؟ انت حتى بص كده انا عامل التين هي الكبيره بص بص ده الهايت بتاع التين هايت صغنون اه الهايت الكبير مع البيز الصغيره تقول لي اه يعني الهايت الكبير اللي هو مديهوني ده ده بتاع الايت اه ما هو ده 8 وده ايت اه الهايت ده ب 5 يبقى انا عشان اجيب الاريا هل هعمل ايه بقى؟ هل هعمل 10 تايمز 5؟ لا هعمل 8 تايمز 5 فهمت بقى حته البيز الصغيره والهايت الكبير؟ تمام يبقى لو هو مديني البيز الجريت رايت يبقى باخد البيز الصغيره يبقى 5 تايمز 8 يطلع ب 40 اللي بعده مدي لحضرتك وبرضه هستخدم نفس الشكل ده عشان انا مكسل ارسم حاجه جديده اهو هم. امسح بس عليه كده بص بيقول لك اي بي سي دي از ا تعال نسمي اي بي سي دي ادي اي وادي بي غصب عني اتفقنا بقى سميت اي بي ما يجيش حد هنا يسمي سي دي لا اي بي لفه كامله سي دي اهو تمام الراجل جاي بيقول لحضرتك ان الاي بي ده ب 5 تمام البي سي ب 10 ماشي يا سيدي شكرا ان ذا سمولر هايت ب 4 ايه ده هو الهايت الصغير مع ال 5 ولا مع ال 10 اه مع ال 10 امم ده اللي ب 4 يبقى لو عايز اجيب الاريا هعمل ايه تقول لي ايه ده ده عايز الجريتر هايت يا عم اتقلب هو عايز يجيب ايه الاول هجيب الاريا تقول لي ما هو مش طالب اري يا عم انا هجيب الاريا يا عم انا حر الاريا هعمل 10 تايمز كام 10 تايمز 4 يطلع 40 انا معايا الاريا طيب مش انا كنت اقدر اجيب الاريا دي برضه عباره عن بيز اللي هي بقى ال5 تايمز الهايت الكبير اه الاريا ب40 ثابته 5 تايمز كام اللي هو الهايت الكبير يديني ال40 كلها اه 5 تايمز 8 يبقى هعمل 40 ديفايدد ال5 يطلع ب8 عرفنا بقى الحدوته دي عباره عن ايه هتلاقي الكلام ده مهم parallelogram whose area <applause> is 50 مديني الأريا تمام أند اللينس اوف اتس بيز ايكوال توايس الهايت إيه ده بقى إيه ده إيه ده إيه ده بيقول لي الراجل ده الراجل ده بيقول إيه لا لا نرسم نرسم ده بيقول كلام شكله كلام معقد ولا معقد ولا حاجة كلام أهبل بص كده بيقول إيه أهو الراجل بيقول لك أنا عندي باريلوجرام الأريا بتاعته بكام؟ ب 50 أند البيز توايس الهايت يعني إيه؟ يعني مثلا مثلا لو الهايت ده ده الهايت بتاعي اسمه اكس البيز قده مرتين 2 اكس قده مرتين واحد يقول لي اشمعنى اكس يا عم سميها ال سميها ام انت اسمك ايه ام ام 2 ام انت في يا ايه؟ عم انت بتضايقني ليه اهو الهايت ال البيز تويس الهايت تمام قال لي ان الاريا في 50 طب مش لو انا عملت بيز تايمز هايت يديني الاريا اللي هي ال 50 اه يعني 2 اكس تايمز اكس الكلام ده في 50 هو 2 اكس تايمز اكس بكام معلش 2 اكس باور 2 ب 50 ايه ده ايكويشن هعمل 50 ديفايد 2 يطلع اكس باور 2 ب 25 يعني الاكس بكام روت ال 25 واحد يقول لي 5 واحد تاني يقول لي لا لا بوزيتيف اور نيجاتيف صح بس هو ينفع احط في 2 اسمه بنيجاتيف 5 ما ينفعش طبعا فبالتالي الاكس خلي بالك الاكس ب 5 هو ايه الاكس ده الاكس ده ده الهايت ب 5 طب هل هو عايز الهايت تمام هو عايز الهايت طب افرض كان ضحك عليك وقال لك عايز البيز امم تقول له البيز ب 10 5 تايمز 2 بس هو هنا عايز الهايت يبقى خلاص هختار 5 عرفنا يا باشا بنعمل ايه فهمنا الحدوته كلها تمام تعالى معايا برضو ناخد كام مساله قبل ما اخش لسه انا لسه ما شرحتش حاجه انا لسه انا اديت بس الجزئيه دي بس هنا مدي لحضرتك ايه في الجزء ده بيقول لحضرتك ان ايتش اوف ذا فولوينج اي بي سي دي باريلوجرام عايز الاريا بص الاريا بتاعه الباريلوجرام اي بي سي دي ادي البيز وادي الهايت تعمل 8 تايمز 6 8 تايمز 6 يطلع 48 طب هنا هاخد بيس تايمز هايت انهي بيز وانهي هايت ادي ال 8 وادي 3 8 تايمز 3 ب 24 واحد يقول لي طب وال 4 دي انا مالي ومالها بيز وهايت اهو طب هنا فين البيز والهايت واحد يقول لي ايه ده بستنى بقى ده بيز اهو بص بقى ودي مفاجاه بالنسبه لي او ده برضه البيز اهو مش هو عايز اريه الباريلوجرام هو عايز اريه ده يا شباب ماشي البيز اهو ده البيز البي سي فين الهايت بتاعها مش الهايت خط بيربنديكولار عليها كده اه طب ما هو الهايت ده هو هو ده. اه يعني لو ده 4 طب ما ده كمان 4. اه يعني الاريا 12 تايمز 4 بيز تايمز هايت. تمام يا مستر تمام يبقى 12 تايمز 4 بكام بقى 12 تايمز 4؟ ب 48. تمام نيجي اللي بعده معلش لو دي مش واضحه وهنا كاتب لي the area of parallelogram الاريا كلها ب 1.7 معلش هي مش واضحه ومديني البيز ب 0.5 اقدر اجيب واطالب الاكس واي الاكس واي بكام والله هعملهم ديفايد هعمل 1.7 ديفايد 0.5 وتحسبها بقى اظن هتطلع ب 3.4 اظن يعني سنتيمتر ماشي يا باشا عرفنا كده الحدوته والقصه كلها عباره عن ايه اتمنى يكون الكلام ده واضح لكم مساله كمان تعالى نقولها كده برضو مساله دي بقى المفروض انها بروف قبل أن لسه ما في اي حاجه انت مصر عملت لنا بتخضنا مستر يا عم ولا بخضك ولا حاجه انا باخد بس جزئيه جزئيه عشان ما توهكش هنا بيقول لي اي بي سي دي از باريلوجرام تمام ادي باريلو جرام اهو واحد يقول لي فين ده الباريلوجرام يا عم بقى اهو بقى اهو يا عم الباريلوجرام بقى ما تضايقنيش بقى اهو اهو شايف ده كده اهو لون يا مستر لون يا مستر لون يا اخويا هلون انا حر لو لو م... لو. اهو لونت اهو حلو كده ايه رايك لونت لك الباريلوجرام بتاعنا ماشي ادي الباريلوجرام ماله بقى الراجل بيقول لي ان الانجل دي ب 150 ماشي والسايد ده ب 12 وده ب 8 بعدين عايز اريا الباريلوجرام تقول لي طب استنى مش ده 12 ده 12 ماشي تقول لي الله بص هي الاريا بيز تايمز هايت البيز اهو 12 ناقص لي اجيب الهايت شايف الهايت ده ناقص لي اجيبه طب ما هو الهايت ده هو هو الاي اي يبقى انا هدفي دلوقتي اجيب الاي اي اتنيل اجيب الاي اي منين تقول لي انا اعمل ايه بقى خلي بالك هو مش مديك الانجل ال 150 دي طيشه من عنده كده ما هو اكيد مش جدع معاك كده طب ايه لازمتها ما هي لو دي كلها 150 سوري لو دي كلها 180 ودي 150 تبقى الانجل اللي جنبها بكام ب 30 واحنا عارفين من الترم الاول ان لو عندي رايت انجل ترينجل اللي في وش ال 30 هاف الهايپوتنس امم لو الهايپوتنس ده ب 8 يبقى اللي في وشه ده بكام ب 4 يبقى الهايت ده برضه بكام ب 4 يبقى الاريا 12 تايمز 4 تمام يا مستر تمام طب لو حبيت اكتبها له بروف اكتبها له ازاي نفس اللي انا قلته هقوم قايل له ايه هقوم قايل له سنس ان الميجر اللي انت مديهوني بتاع انجل اي بي سي انت مديني ان انجل اي بي سي دي ب 150 ديجريز فور الانجل اللي جنبها ميجروا في الانجل اللي جنبها اسمها ايه الانجل اللي جنبها اي بي اي ميجروا في انجل اي بي اي عباره عن ايه يا مستر 180 ماينس 150 يعني بكام؟ 30 ديجريز ايه السبب؟ عشان ده ستريت انجل او ستريت لاين اهو ماشي عرفنا ده بعد كده هقول له ايه؟ سنس ان ده رايت انجل ترانجل وسنس ان دي ب 30 يبقى اللي في وش ال 30 هفل الهايبوتنس فاكر من الترم الاول؟ يبقى انا هقوم قايل له ايه؟ قايل له سنس ان ترانجل AEB is بي از رايت ات وممكن واحد يقول لي ممكن اقول له 30 60 ترينجل صح ماشي كده وسنس ان ميجر اوف انجل اي بي اي ايكوال 30 ديجريز وسنس ان الاي بي كمان ايكوال 8 سنتيمتر therefore استنتج من كده ان الاي اي ايكوال هاف الاي بي نص الاي بي يعني بكام؟ يعني ب 4 ايه ده؟ ده 4 سنتيمتر يبقى ديرفور الاريا اوف الباراليلوجرام اللي اسمه A B C D عبارة عن إيه يا باشا؟ عبارة عن البيز تايمز الهايت يعني عبارة عن 12 تايمز 4 equals 48 سنتيمتر سكوير وشكرا على كده وابقى بكده خلصت البروف بتاعي فهمنا يا ولاد الجزء الاول يبقى الجزء الاول بيتكلم على ايه على الاريا نفسها ازاي نجيبها تعال بقى نرجع بقى لشرحنا ودرسنا الجزء الثاني منه يبقى الجزء ده دايما لما هيجي لك الجزء ده يجي لك على صورة تشوز وكمبليت ومسائل كده عادية نيجي بقى للمسائل بتاعتنا درسنا بيتكلم على ايه؟ اسم الدرس equality of the areas of two parallelograms يعني واضح كده ان انا هبقى عندي اتنين parallelogram تمام السيرم بتقول لحضرتك ايه؟ لو عند حضرتك اتنين parallelogram عندهم common base وبتوين تو two parallel straight line one of them carrying this base are equal in area يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا عندي خطين اتنين بارل لبعض شايف الخطين الاتنين دول خطين بارل لهم جيت يا ولاد في الخطين دول قررت ارسم اتنين باريلوجرام وليهم ايه الاتنين باريلوجرام دول كومن بيز يعني ايه يعني بص كده الباريلوجرام ده معلش هنتحول شويه كده شايف ده باريلوجرام اهو اهو شايف كده الباريلوجرام ده اهو هلونه لك لون بقى مستر وافرح بقى يا اخويا لون براحة انا حر انا بلون اهو ببسط وسعيد جدا انت بقى مش عارف تلون دي مشكلتك بقى اهو بص بص براحتك ماشي ماشي حقك يا مستر حقك يا مستر اهو باريلو جرام جميل اهو ماشي ماله بقى الباريلو جرام ده لو جيت ارسم باريلو جرام تاني شايف الباريلو جرام التاني ده بص 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 شايف الباريلو جرام تاني ده اه ماله بقى ليهم نفس الكومن بيز يعني ايه كومن بيز يعني شايف البيز دي كده مشتركه فيهم بص كده شايف البيز دي مشتركه هي. مش باينه هلونها لك اهي اهي شايف ده كده الخط اللي تحت ده مشترك في الاثنين باريلوجرامز دول مالهم بقى الاثنين باريلوجرام طالما بتوين تو بارال ستريت لاينز لازم 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 يكونوا بين خطين باراليل اهم خطين باراليل وعندهم كومن بيز خارج باريلوجرام كده وخارج غرام كده الاريا بتاعت الاثنين باريلوجرام دول قد بعض بالظبط تقول لي ليه اقول لك مش اريا الباريلوجرام اللي انا معلم عليه ده عباره عن بيز تايمز هايت طب ما البيزة اهي طب والهايت اي خط بالطول كده اهو هايت طب ما قريه الباريلوجرام التاني ده برضو نفس البيز والهايت هو هو اه يبقوا قد بعض فهمت كده الحدوته كلها عباره عن ايه يبقى اعرف معايا كده لو عندك اتنين ركز بقى معايا عشان اتنين يبقوا قد بعض في الاريا لازم بتوين تو بارل ستريت لاينز وكومن بيز زيرفور قرية الباريلوجرام ده قد قرية الباريلوجرام ده سهل كده لحد دلوقتي الكلام ده ماشي يا مستر خد عندك حاجة تاني بقى حاجة تاني بص معايا كده قرية الباريلوجرام احنا قلنا بيس تايمز هايت دي كرولر احنا عارفينها هنا بقى بيقول لحضرتك ايه طب افرض بقى ان انا عندي برضو تو بارل ستريت لاينز اهو بس جيت بقى مش هرسم اتنين ليهم كومان بيز لا 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 ده انا هرسم اتنين باريلوجرامز بس ليهم نفس البيز يعني ايه؟ يعني مثلا هرسم باريلوجرام كده اهو شايف الباريلوجرام ده وهرسم باريلوجرام تاني عامل كده شايف الاثنين باريلوجرامز دول اه حلوين اهم مالهم بقى اهم اتنين باريلوجرام البيزز بتاعتهم شايف البيز دي والبيز دي قد بعض بتستنتج من كده ايه بقى ان الاثنين باريلوجرامز دول شايف الباريلوجرام ده كده والباريلوجرام ده كده مالهم ايكوال ان اريا تقول لي ليه اقول لك يا عم مش اريا اول واحد ده بيز تايمز هايت اه بيز تايمز هايت اهو طب ما ده برضه نفس البيز ما هو البيز قد بعض ونفس الهايت اه يبقى لو عند حضرتك باريلوجرامز ويز ايكوال ويز بيزز ايكوال ان لينث لاينج اون وان ستريت لاين وال اوبوزيت سايد اوف ذي بيزز ار اون انذر ستريت لاينز بس لازم اهم اتنين باريلوجرامز ايكوال البيزز بتاعتهم ايكوال ان لينث لاينج اون ا ستريت لاين موجودين على خط وايل الاوبوزيت سايدز الاوبوزيت سايدز دول برضه موجودين على خط تاني ما هم كده كده الخطين دول parallel لبعض ودول كمان بارا لبعض ما هم اتنين جرام تستنتج من كده ايه انهم هم ايكوال ان اريا ماشي يا باشا عرفنا كده الجزء ده اخر حاجه حابب اقولها يجي بقى يقول لحضرتك يودي حاجه منطقيه جدا يقول لك جرام اند مالهم بقى Uh, with common base و two parallel straight lines are equal in area واحد يقول لي طب ما ده منطقي وواحد واحد يقول لي انا مش فاهم اصلا هو معنى الكلام ده ايه اقول لك يعني هو بيقول لك ايه الكلام ده فعلا يعني حاجه غريبه جدا بيقول لك لو انت عندك ريكتانجل يعني ايه ريكتانجل اهو ريكتانجل اهو ماشي ريكتانجل اهو عندك ريكتانجل وايه تاني وباريلوجرام ما هو خلي بالك الريكتانجل ده باريلوجرام برضه ماشي اهو ريكتانجل وباريلوجرام اهو ريكتانجل وباريلوجرام <applause> شايف الريكتانجل والباريلو جرام اللي هو الاحمر ده والريكتانجل اللي هو الازرق تعالى لونهم لك عشان تشوفه اهو شايف الباريلو اللي مايل ده ده الباريلوجرام اهو بص 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 الباريلو جرام مايل ده أعمله لك بلون فاقع اهو عشان تشوفه كده اهو الباريلو جرام البينك عشان البنات تبسط اهو شايف الباريلو مايل ازاي وال... والريكتانجل اللي هو الازرق ده شايف الاتنين دول عندهم كومن بيز تقول لي فين الكومن بيز فين الصيد اللي موجود في الريكتانجل وموجود في الباريلوجرام؟ الصيد اللي فوق ده. شايف الصيد ده كده اهو خارج منه الباريلوجرام كده وخارج منه الريكتانجل كده. مالهم بقى الاتنين دول؟ تقول لي دول ايكوال ان اريا. ايه ده بجد؟ اه عندهم كومن بيس بيز تايمز هايت. طب والتاني نفس البيز والهايت. يبقوا قد بعض. ماشي يا باشا عرفنا كده الموضوع ده على فكره الحدوته كلها يلا تعالى معايا بقى كده الجزء الاول ده جزء نظري تسميع لازم طبعا يتحفظ الكلام ده. surfaces of two parallelograms with common base and between two parallel straight lines one of them carrying their base are بقى؟ equal in area تمام. a parallelogram and نقط with a common base and between two parallel straight lines are equal in area قلنا ايه بقى؟ parallelogram and a rectangle. واحد يقول لي ممكن اقول باريلوجرام وانظر باريلوجرام هو صح طبعا بس بس يعني احنا الكتاب بيقول ريكتانجل خلاص الاريا بتاع الباريلوجرام بيس تايمز هايت ماشي اريا اوف باريلوجرام وذ ايكوال بيزز ايه ده ده بيقول لي ايكوال بيزز يعني رسمت باريلوجرام كده البيز بتاعته قد باريلوجرام كده هم البيزز قد بعض وبعدين بقى اند لاينج اون وان ستريت لاين والدي ذا اوبوزيت سايد اوف ذيز ار اون انذر ستريت لاينز ار اي ايكوال ان اريا الدرس ده كله هتلاقي ايكوال ان اريا ايكوال ان اريا ايكوال ان اريا ماشي كده بس ادي يا سيدي الموضوع اللي بعده ده حليناه حلينا احنا الكلام ده كله ده كان الجزء الاول تعالى بقى نخش على مسائل البروف ونبتدي نشوف المسائل بتيجي ازاي طيب ايه. بص يا باشا كده معايا اول شكل الراجل راسم لحضرتك ايه راسم لحضرتك ريكتانجل هو بص هو اللي قايل لي كده قال لي ان اي بي سي دي از ريكتانجل اهو فين الاي بي سي دي ده اللي هو ده اهو لك بلون كده يبقى باين اهو اهو ريكتانجل ماشي معنى خلي بالك ان ده ريكتانجل يبقوا الخطين دول مالهم بارالل ما هو ريكتانجل الريكتانجل كل خطين قدام بعض بارل امم وبعدين قايل لي ان الاي اي -E بارالل للدي اف شايف الخطين دول كده بارل لبعض تقول ايه ده دول بارل لبعض طب ما انا لسه قايل ان الخطين دول بارالل يبقوا دول كمالتهم ما هم دول كماله نفس الخط ما هو ده كده الكماله بتاعته يبقوا دول برضو باراليل، ايه ده يعني الشكل ده اسمه ايه؟ باريلوجرام. شايف بقى الركتانجل والباريلوجرام؟ اه مالهم يا مستر؟ الركتانجل اهو والباريلوجرام فين؟ بص 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 بص, بص الباريلوجرام فين؟ اهو. الركتانجل والباريلوجرام دول، شايف البر... الركتانجل الركتانجل نازل اللي والباريلوجرام جاي كده، مالهم؟ عندهم كومن بيز. فين الكومن بيز دي يا مستر؟ الكومن بيز اهي، بص كده اللي هي الاي دي اللي فوق دي. خارج منها الريكتانجل وخارج منها الباريلوجرام، يبقى معنى كده الريكتانجل كله والباريلوجرام كله مالهم قد بعض في الاريا، تمام؟ هل هو عايز ده؟ هل هو عايز يثبت ان الريكتانجل قد الباريلوجرام؟ لا، امال عايز يثبت ايه؟ بص 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 الراجل عايز يثبت ايه؟ همسح كده الكلام ده، انت خلاص شفت كده الشكل، الراجل عايز يثبت يا ولاد ان الجزء ده القرية بتاعته قد الجزء ده. وخلي بالك بقى دي نوعيه المسائل اللي جايه كلها. هو عايز يثبت ان دول ايكوال. تقول لي ايه ده؟ طب استنى معايا كده، هو مش انا لسه قايل، مش انا لسه قايل ان الريكتانجل كله، بص كده الريكتانجل كله اهو، الريكتانجل كله، ما هو الريكتانجل كله عباره عن ايه؟ الجزء البينك والاسود ده، ده الريكتانجل كله. قد الباريلوجرام كله اه يعني الجزء البينك والاسود قد الجزء البينك والازرق على بعض صح؟ البينك والاسود قد البينك والازرق تمام طب لو جيت منهم هما الاثنين تخيل كده حاجتين قد بعض انت واخوك معاك فلوس قد بعض لو جيت خدت منك جنيه وخدت من اخوك جنيه مش اللي متبقي معاك ستيل قد اللي متبقي مع اخوك اه طب ما انا عندي الريكتانجل كله قد الباريلوجرام كله البينك والاسود قد البينك والازرق لو جيت من الاثنين دول باي سبتراكتنج لو شلت منهم الجزء البينك منهم هما الاثنين مش يبقى الجزء الاسود قد الجزء الازرق اه يعني انا هقول له ايه باي سبتراكتنج الاريا بتاعت الجزء ده الاي دي ام شايف كده لو شلت الجزء ده منهم هما الاثنين مش يبقى الاريا بتاعت الجزء الاسود قد الاريا بتاعت الجزء الازرق تمام بس انا هكتب له الكلام ده ازاي تعال بقى معايا نكتب له الكلام ده مع بعض موضوع سهل مش عايز ده بس في البدايه هتحس ان في شويه صعوبه بس صدقني الموضوع سهل جدا اول حاجه هقوم قايل له ايه لازم اثبت له ان دول بارالل يبقى انا هقوم قايل له سنس افتكر كده معايا الخطوات وانا بشرح كده since ان الاي بي سي دي rectangle therefore therefore الـ A, الاي دي بارالل للبي سي صح ولا لا يبقى ذرفور الاي دي بارالل لايه بقى للبي اف كله ما هو البي اف كله الخط كله تمام تمام ماشي اثبتنا ان هو بارالل بعدين اقوم قايل له ايه بقى ركز بقى معايا كده انا هقول له ان الريكتانجل ده والباراليلوجرام ده شايف الريكتانجل والباراليلوجرام ده اهو هقول له الريكتانجل والباريلوجرام ده عندهم كومن بيس يبقى قرية الريكتانجل قد قرية الباريلوجرام احفظ بقى الكلمة دي عشان دي هنقولها كتير قوي هقوم قايل له ايه؟ هقوم قايل له ان ركز بقى معايا كده هقول له ايه؟ ان باريلوجرام الباريلوجرام اللي اسمه الباريلوجرام اللي اسمه اي دي اف اي اند الريكتانجل اللي اسمه اي دي سي او اي بي سي دي هقول له سنس ركز بقى معايا ان انهي واحده كومن بيز سنس ان الاي دي is a common base يبقى انا بقوم قايل له ايه في الشكلين دول سنس ان عندي كومن بيز ذير فور الاريا اوف rectangle اللي اسمه A B C D قد الاريا اوف الباراليلوجرام اللي اسمه A D F e. يبقى انا كده اثبت له ان الريكتانجل كله قد الباراليلوجرام كله هل هو عايز كده لا ده عايز ان الجزء ده قد الجزء ده وماله اقوم قايل له ايه بقى باي سبتراكتنج الجزء ده اللي في النص باي سبتراكتنج الاريا بتاعت الاي دي ام شايف بقى الجزء ده كده هشيله يتبقى ان ده كده قد ده كده قوم قايل له ايه بقى Therefore, by subtracting باي سبتراكتنج الاريا اوف الترينجل اللي اسمه اي دي ام ديرفور استنتج من كده ان الاريا اللي هو طالبها بقى اوف الفيجر اللي اسمه اي بي سي ام ايكوال الاريا اوف الفيجر اللي اسمه ايه اللي اسمه دي ام وخلص البروف على كده يا مستر ده صعب في الاول بس هتواجه صعوبه بعد كده صدقني الموضوع سهل جدا واحده كمان يلا قبل ما اخش على دي تعال ناخد واحده كمان ولا مثلا ممكن ناخد انهي واحده لا خلينا نمشي بالترتيب خلينا نمشي بالترتيب اهو المره دي هي هي بس بارقام بص كده الراجل قايل لي ايه بقى دي بارقام مساله سهله أوي الراجل مدي لحضرتك ايه مدي لحضرتك ريكتانجل وقايل لك ان دول بارالل تمام خلي بالك معنى ان ده ريكتانجل هو فين الريكتانجل ده انا مش شايفه اهو معنى ان ده ريكتانجل الخطين دول بارالل تمام وما دام دول بارالل يبقوا دول كمان بارالل يبقى الشكل ده طالما كل اتنين خطين قدام بعض بارل يبقى الشكل باريلوجرام اللي هو اني واحد اللي هو ده ده كده باريلوجرام اهو باريلوجرام اهو جميل اهو باريلوجرام وريكتانجل تمام خلي بالك الخطين دول بتوين تو بارل ستريت لاينز يبقى قرية الريكتانجل قد قرية الباريلوجرام انا بحل دلوقتي شفوي كده طب هو ايه قرية الريكتانجل بيس تايمز هايت او لينس تايمز width الاريا بتاعت الريكتانجل على جنب كده 12 تايمز 24 ايه ده هو 12 تايمز 24 بكام؟ ب 288 يبقى اريا الباريلوجرام برضو بكام؟ <applause> برضو 12 تايمز 24 اه ب 288 يبقى انا عرفت ان اريا الريكتانجل ب 288 تمام نيجي لتاني حاجه بيقول لحضرتك انا يعني التاني احنا قلنا اريا ده ب 288 ده الاريا بتاعته بتاع الجزء الاصفر بعدين تاني مطلوب بيقول لك لو الاي دي شايف الاي دي ده بقى طوله 30 عايز يعرف ده لينس اوف ده بيربنديكولار درون فروم بي لو نزلت خط من بي كده بيربنديكولار على الاي دي لو نزلت خط بيربنديكولار كده طوله هيبقى كام تقول لي طب ماشي مش انا عارف ان الاريا نفسها ايكوال 288 اه طب ما هي الاريا اللي هي 288 دي عباره عن بيز اللي هو 30 تايمز الهايت اللي انا عايزه اه يعني هعمل 288 ديفايدد كام ديفايدد 30 يطلع الهايت بتاعي ب 9.6 سنتيمتر بس يا باشا ده كده الموضوع بمنتهى البساطة أظن الموضوع سهل قوي ماشي عرفنا كده الحدوتة كلها عبارة عن إيه طيب تعالى معايا بقى كده نخش على اللي بعده أنا دايما لو في حاجة فايند مش بحب أكتب لها بروف قوي بأرقام بحاجات البروف دايما بحب اللي هي لما يقول لك اثبت لي إن قريت ده قد ده اثبت لي مش عارف إيه والكلام وهكذا حاجة كمان يلا كده بص بيقول لي إيه الراجل ده بيقول لي إن إي بي آه سي دي اند اكس بي سي واي ار تو باريلوجرامز ايه ده استنى كده فين دول انا مش شايفه اهو اي بي سي دي خلي بالك الدرس ده انت لازم على طول معاك قلم رصاص كده عشان بتقعد تعلم حاجات لنفسك اهو ادي باريلوجرام اهو وادي جرام تاني اهو اهو دول الاثنين جرامز خلي بالك الاثنين جرامز دول عندهم كومن بيز ولا لا اه البي سي مم. معنى ان دول اتنين جرامز بتوين تو بارل ستريت لاينز واحد يقول لي عرفت منين دول تو parallel ستريت لاينز يا ابني مش اي واحد منهم باراليلوجرام يبقوا دول بارل طب ما ده نفس الخط اه تمام يبقى اريا الباريلوجرام قد اريا الباريلوجرام تمام هو بيقول لي الاريا بتاعه المثلث اللي اسمه اكس سي واي فين المثلث اللي اسمه اكس سي واي شايف الاريا المثلث ده كده المثلث ده الاريا بتاعته 15 بعدين عايز ايه الراجل ده؟ عايز قرية المثلث اللي اسمه ايه بي سي دي كله، خلي بالك احنا ما قلناش المعلومة دي ودي يمكن احنا كنا مأجلينها للدرس الجاي، المعلومة دي بتقول ايه؟ لو عندك باريلوجرام وجيت من الباريلوجرام ده، ركز بقى معايا كده من الباريلوجرام ده، قمت قررت ارسم ايه؟ دايجونال. لو قرية الباريلوجرام كله 30 يبقى متقسم الاريا كام وكام؟ 15 و15 آه تقول لي طب هو مديني قرية المثلث ده في 15 طب مش المثلث ده نص الباريلو جرام الأزرق آه يبقى الباريلو جرام الأزرق كله بكام ب30 يبقى الباريلو جرام البينك كله بكام ب30 هو كمان عرفنا كده طب هنكتبها له ازاي تعال بقى معايا نكتب له الكلام ده انا هقوم قايل له ايه بقى ان التو ان تو باريلو في التو باريلو قلنا اسمهم ايه بقى في التو باريلوجرامز اللي اسمهم ايه؟ اللي اسمهم A B C D و X B C Y. اهو لازم اقول له سنس ان عندي خطين بارلل، سنس ان ال سي بارلل لل A Y كله. عرفت منين؟ ما هم الاثنين بارلوجرامز. تمام. وسنس زي ما قلنا اهو ادي جرام اهو وادي جرام ثاني اهو. وفين الكومن بيز؟ سنس لازم تكتب له الكومن بيز وسنس ان ال سي از كومن بيز. سنس ان ال سي is a common base common base therefore the area of the parallelogram اللي اسمه ABCD equal the area of the parallelogram اللي اسمه uh, X, B, c y دول قد بعض تمام بعدين اقوم قايل له ايه بقى وسنس ان انت اللي قايل لي ان ال area of الترانجل اللي اسمه اكس سي واي ايكوال 15 سنتيمتر سكوير دير سنس ان الاريا بتاعت ده كده في 15 دير الاريا اوف الباريلوجرام اللي اسمه اكس بي سي واي كله ب 30 يبقى دير الاريا بتاعت برضه الباريلوجرام اللي اسمه اي بي سي دي برضه بكام؟ ب 30 سنتيمتر سكوير بس يا سيدي ادي آه الموضوع كله اتمنى ان دي تكون واضحه ماشي يلا بينا يا مستر واحده كمان بص معايا هنا بقى كده هنا بقى نبتدي من اول هنا الشغل يبتدي ماشي الراجل بيقول لحضرتك ايه بيقول لك ان اي بي سي دي اند اي اي بي دي ار تو parallelograms ايه ده بقى فين دول يا مستر تعالى معايا كده فين اي بي سي دي هو اللي قايل لي ان دول parallelograms اهو ادي آه اي بي سي دي اهو ده كده باراليلوجرام يا باشا حلو كده واضح كده لحضرتك اهو باراليلوجرام ماشي وفين تاني باراليلوجرام هو اللي اي اي بي دي اي اي بي دي اللي هو فين اللي هو بص 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 بص, بص, بص فين اهو ده كده دول كده اتنين باراليلوجرامز اهو هو اللي قايل لي ان دول اتنين باراليلوجرامز حلو قوي معنى ان دول اتنين باراليلوجرامز وعندهم كومن بيز واخد بالك فين الكومن بيز فين البيز اللي خارج منها الباريلوجرام ده والباريلوجرام ده الاي دي يبقى قريه الباريلوجرام ده قد قريه الباريلوجرام ده سهل لحد دلوقتي يبقى انا هقوم كاتب له سنس ان دول تو باريلوجرامز وسنس ان ما دام اتنين باريلوجرامز اكيد بتوين تو بارل ستريت لاينز وعندهم كومن بيز اي دي يبقى قريه الباريلوجرام ده قد قريه الباريلوجرام ده سهل لحد دلوقتي تمام نيجي لتاني حاجه ركز بقى معايا ركز معايا هو اول مطلوب طالبه ايه اولا هو طالب ايه الراجل طالب يثبت طالب يثبت اول حاجه ان اي اي اف بي شايف الاي اي اف بي ده ان ده كمان جرام تقول لي طب وانا اتنيل اثبت ازاي ان ده كمان باراللوجرام يا ابني سهله جدا ازاي مش دول باراليل اه وسنس ان البينك ده كمان باراللوجرام يبقوا مش دول كمان بارالل لبعض اهو طب ما ده نفس الخط الدي اف يبقوا دول كمان بارل ايه ده دول بارل ودول بارل يبقى الشكل ده باريلوجرام برضو اه شايف ده كده باريلوجرام ليه كل خطين قدام بعض بارل لبعض اه طب اكتبها ازاي ده يا مستر اكتبها ازاي هقول له سهل بص بص هبتدي له اقول له ايه هقول له سنس اهو عشان ما توهكش كده ان البينك ده بارل ان البينك ده باريلوجرام سنس ان الاي اي بي دي انت اللي قايل له انت اللي قايل انه باريلوجرام إذا ذا باريلوجرام سنس ان ده باراليلوجرام therefore، انهي خطين بارل لبعض؟ الاي اي بارلل للبي دي يبقى therefore الاي اي بارلل لايه بقى؟ مش البي ده البي ده الستريت لاين كله للBF اف كمان تمام دي اول معلومه وسنس ان انت اللي قايل لي ان الاثنين دول بارل انت اللي قايل لي يا راجل يا مؤمن ان دول بارل اهو انت اللي قايل لي وسنس ان انت اللي قايل لي ان الاي بي بارلل للاي اف يبقى ذيرفور الشكل اللي اسمه اي اي اف بي في كل اتنين سايدز قدام بعض بارل لبعض از باريلوجرام ده اول مطلوب سهل جدا وكلام سهل نيجي للمطلوب التاني ركز بقى معايا دلوقتي في الكلام اللي هقولك عليه ده لو سمحت مش قرية الباريلوجرام ده احنا اتفقنا كده ان الباريلوجرام ده والباريلوجرام التاني ده عندهم كومن بيز اه اهو الباراليلوجرام ده وده عندهم كومن بيز يبقوا الاثنين دول قد بعض مظبوط الاثنين دول قد بعض سهل جدا ماشي عرفنا ان دول قد بعض وبعدين يا مستر اهو بعدين ركز بقى معايا بوس ايدك كده شايف يا باشا الاثنين باريلوجرامز التانيين خلي بالك احنا اتفقنا تعالى امسح لك كده الكلام ده عشان تشوف اهو اهو امسح لك تاني احنا قلنا ان الباريلوجرام الاخضر اهو اللي هو ده لو لك بالاخضر قد الباريلوجرام الاحمر ده اهو دول قد بعض اهو تمام سيبك من الاخضر خالص بقى الاحمر والاخضر قد بعض سيبك من الاخضر خالص ركز في الباريلوجرام ده تقول لي طب ما احنا قلنا ان ده برضو باريلوجرام امم اهو بلون تاني تقول لي ايه ده طب ما عندهم كومان بيز اي اي خارج منها الباريلوجرام الاحمر وخارج منها الباريلوجرام ده يبقوا الاثنين دول برضو مالهم قد بعض اه تقول لي مش شايف يا عم هوريها لك اهو هوريها لك هتبان تاني بص كده معايا شايف الباريلو جرام ده يا باشا اهو باريلو ده انا بتكلم على الباريلو جرام ده وانهي واحد تاني والباريلو جرام ده دول كده قد بعض ليه عندهم كومن بيز اهي خارج منها الباريلو جرام البينك وخارج منها الباريلو جرام الاخضر اه يعني دول كمان قد بعض وانا كنت لسه قايل كنت لسه قايل ان اللي باللون بص بص اللي هلونه لك دلوقتي ده ان ده كمان قد البينك ده يعني البينك ده مشترك ما بينهم يبقوا الاثنين دول قد بعض يعني ايه يعني بص بص هقوم قايل له ايه هقوم قايل له هقوم قايل له ايه ان تو باريلوجرامز في 2 باريلوجرامز اللي اسمهم ايه وايه تعالى نبتدي كده بالباريلوجرام ده والباريلوجرام ده ان تو باريلوجرامز اي بي سي دي والتاني اللي اسمه اي اي بي دي سنس إن هما between two parallel lines إن الـ AD قلنا لازم تقول لي إن الـ AD parallel مثلاً للـ لل CE كله و إن أني واحدة common base إن الـ AD is a common base is common base therefore يا باشا therefore the area of the ال parallelogram اللي اسمه ABCD equal the area of the ال parallelogram اللي اسمه AABD -E سمي دي رقم واحد ماشي استاذنك همسح ده عشان بس ما عنديش مكان وبعدين اقوم قايل له ايه بقى امسك بقى الاثنين باريلوجرامز التانيين بقى اني اثنين باريلوجرامز اللي هم بوس, بوس دول بقى همسك ده نفس الباريلوجرام ده وده اه عندهم كومن بيز انهي اي, اي اي اه اقول له بقى ان تو باريلوجرامز في التو ما انا عرفت بقى خلاص ان ده باريلوجرام امم ان تو باريلوجرامز اسمهم ايه بقى نفس الاي اي بي دي والتاني اللي اسمه اي اي اف بي شايف الباريلوجرام ده كده اللي هو اللي انا عاملهولك بالاخضر ده اللي هو ده اه دول بقى عندهم ايه هقول له سنس ان هما بتوين تو بارالل ستريت لاين سنس ان الاي اي از بارالل للدي اف كله وسنس ان اني واحده كومن بيز الاي اي ام از كومن بيز سنس ان دي كومن بيز فور استنتج من كده ان الاريا بتاعت الباريلوجرام اللي اسمه اي -E اي بي دي قد الاريا بتاعت الباريلوجرام اللي اسمه ايه يا باشا اللي اسمه اي اي اف بي ايه ده ودي رقم 2 انا هنا بقول له ايه بقول له ان الاي بي سي دي قد الاي -E اي بي دي قد ده وهنا بقول له نفس الاي اي بي دي ده قد الباريلوجرام اللي تحت اللي اسمه اي اي اف بي اه يبقوا الاثنين دول مالهم قد بعض قوم قايله فروم 1 اند 2 يبقى نستنتج من كده ديرفور ان قرية الباريلوجرام اللي اسمه A B C D ايكوال قرية الباريلوجرام اللي اسمه A E F B معلش انا عارف ان هي اتلخبط شوية بس صدقني 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 مع الحل الكتير هتبتدي تلقط الموضوع ده ماشي يا شباب نخش كده على واحدة كمان بص هنا بقى كده الراجل بيقول لحضرتك ايه بيقول لحضرتك ان دي ان في اتنين باريلوجرامز فين الاتنين الباريلوجرامز دول اهم يا مستر دي بي اف اي فين دي بي اف اي ده دي بي اف اي اهو ده كده بيقول لي ان ده باريلوجرام تمام واني واحد تاني بيقول لي عليه باريلوجرام بيقول لي على ده اهو اتنين باريلوجرامز ايه ده استنى الاتنين دول قد بعض في الاري عرفت منين يا مستر يا ابني ما هم بتوين تو بارال ستريت لاينز وعندهم اي اي كومن بيس اهو يبقى اريا الباريلوجرام ده قد قرية الباريلوجرام ده. سهل لحد دلوقتي؟ تمام. ماشي، وبعدين يا مستر طلباته هو عايز ايه؟ خلي بالك بقى هو عايز يثبت ايه؟ عايز يثبت ان الشكل اللي اسمه A B F E، ايه ده؟ أي شكل ده؟ شايف الباريلوجرام اللي بالبنك اللي انا كنت أعمله لك ده كده؟ عايز يزود عليه قرية اللي فوق ده. اللي هو الشكل ده كده كله. يعمل لك الشكل اللي انا هلونهولك دلوقتي كده باللون ده. عايز يثبت ان الشكل ده ماله بقى؟ قد الشكل التاني اللي هو ده. شايف الباريلوجرام الأزرق ده بقى؟ عايز برضو يزود عليه إيه؟ نفس المثلث اللي فوق. تقول لي طب ما سهل ما هو بص أول شكل ده عبارة عن باريلوجرام زود عليه المثلث. طب وتاني شكل الباريلوجرام ده زود عليه نفس المثلث فأقول له باي آدينج المثلث اللي فوق عليهم. يبقى الأريا بتاع ده قد الأريا بتاع ده تمام تعال معايا واحده واحده كده نبتدي نكتبها انا هقوم قايل له ايه بقى ان تو باريلوجرامز في تو باريلوجرامز اسمهم ايه يا باشا الاتنين باريلوجرامز دول دي بي اف اي والتاني اللي اسمه دي اف سي اي يلا سينس ان اني اثنين بارالل ان دي اي بارالل للبي سي عرفت منين ما هم اثنين باريلوجرامز تمام يبقى انا عرفت ان ده هو باريلوجرام وده باريلوجرام اهو أه. اثنين باراللوجرامز اهم مالهم بقى الاثنين باريلوجرامز دول قد بعض في الاريا ليه يا مستر عندهم دي اي كومن, كومن بيز يبقى اقول له سينس ان دي اي از common كومن بيز ده كده كومن بيز ذيرفور الاريا بتاعه الباراللوجرام اللي اسمه دي بي اف اي ايكوال الاريا بتاعه الباراللوجرام اللي اسمه دي اف سي اي اهم الاثنين دول قد بعض تمام بعدين اقوم قايل له ايه شايف الباريلوجرام الاخضر ده هزود عليه الجزء المنقط اهو ده ونفس والباريلوجرام الازرق ده لو زودت عليه نفس الجزء المنقط مش يبقى قد بعض اه يبقى اقوم قايل له ايه بقى باي ادنج الاريا اوف المثلث اللي اسمه اي دي اي فور الاريا بتاعة الفيجر اللي اسمه ايه بقى الفيجر ده اي بي اف اي -E ايكوال الاريا اوف الفيجر اللي اسمه ايه يا باشا اللي اسمه ADFC دي اف سي وشكرا على كده. عرفنا يا اساتذه الموضوع كله عباره عن ايه؟ ده كده كان الـ الـ شويه مسائل كده انا اخترتها في الدرس الاول، آه كم مساله البروف دول انا عارف ان غلسين شويه بس صدقني الدروس الجايه كلها بتتكلم على نفس الموضوع فهتلاقي ان الموضوع ابتدى يبقى بسيط بالنسبه لك وسهل قوي. اتمنى نكون استفدنا حاجه من الكلام ده وربنا يوفقكم كده يا شباب واشوفكم ان شاء الله في الفيديو التاني